اهلا وسهلا فيكن بمريم تي في ببرنامج باحثات يلي بعرفنا عن قرب على عالم الابحاث العلميه بس من زاويه المراه رح نستضيف عدد من الباحثات بعدد كبير من المجالات والاختصاصات كالتربيه وعلم النفس والمعلوماتيه والتغذيه وغيرها رح نتناول شؤون وشجون عالم الابحاث ونتعرف على بعض الابحاث يلي عاده بتكون منشوره بمجلات علمية معروفة فقط بنطاق ضيق مثل الجامعات والمجتمع الأكاديمي منحب نضوي على نتائج وفوائد هالأبحاث وكيف فينا نستفيد نحنا منها بحياتنا اليومية أول ضيفة هي كاتيا حزوري مدام حزوري هي من مجال التربية وبالتحديد التقويم التربوي يلي بيعالج الصعوبات التعلمية أهلا وسهلا فيك كاتيا حزوري أهلا في فيك بحثات. اهلا وسهلا مجالك منه كتير مالوف يمكن للعالم خبرينا شوي عرفينا عن حالك عن كيف وصلتي لهالمجال شو بالضبط بتعملي شو طبيعه شغلك ومسؤولياتك انا عملت بلشت بالتربيه المختصه من من ما كان شيء مخطط لإلو لما بلشت بالجامعه ب... يعني بعفويه انا بلشت بتربيه ابتدائيه ولما خلصت الليسانس انا رحت علمت اشتغلت بمدرسه وكان في شغلتين صاروا معي اول شغله هي انه انا بعد انه انا مدرسه جيده يعني بحس بالفشل لما تلميذ ما بيكتسب الاهداف الموجوده، وكان عندي تلميذ كتير عانيت انا وياه، كان بصف الثاني ولدرجه انه ما بيقدر يكتب اسمه، كان يضل يحط النقطه ويكبر ويكبر لتصير نقطه سودا كبيره وما يقدر يكتب اسمه، طبعا انا تبرعت كتير واشتغلت كتير وكنت عم حاول اني اني الحرف وما كان في شيء يفيد، فهيدا الشيء خلاني هيك مثل اطلع على الامور بشكل مختلف بعدين حبيت كفي ماجستير اول شيء فتت اداره مدرسه واخذت كورس بالغلط كان عن الصعوبات بالغلط بس طلع بالصح بس طلع صح ولقيته هالكورس كتير حلو ولقيت كانه انا عم بيحكي علي لانه انا اساسا كنت عاني بالمدرسه كنت اتعب لاحفظ كان عندي اخطاء املائيه كثير فحسيت يعني اكتشفت هالمجال أنا اكتشفت كان مش اكتشف. مألوف لك اكتشاف طبعا اكتشفته اكتشاف وحبيت اكثر اني اني اتعمق بهالمجال وتخصصت فيه وعشقته يعني حبيت كثير آه، كيف انا اقدر افهم عقل الولد وليش عنده صعوبات وكيف ممكن طور له قدراته <applause> و... وتخصصت اكثر بمجال القراءه والكتابه بمجال الدسلكسيا بمجال صعوبات القراءه والكتابه آه، وطبعا اشتغلت بهالمجال وكمان اسست مركز بشكل عفوي ما كان مخطط لإله انه نأسسه بس كبر الشغل وصار عندنا مركز الحاجة كبيرة الحاجة طبعًا كبيرة ومن وراء الحاجة كمان عملت برنامج لعلاج الديسلكسيا او صعوبات القراءة والكتابة اللي هو باللغة العربية اللي ما كان موجود وطبعا هالبرنامج مبني على مبادئ علمية وعلى أبحاث والحمد لله كتير ناجح وتلاميذ عم بتلاقي كتير نتيجة سريعة لما بيشتغلوا بالطريقة اللي نحن متبعينها بمجال التقويم التربوي اللي هو Special Education كتير تستعمل كلمة أو مصطلح مدعوم بالأبحاث يعني Research Based شو المقصود بهالفكرة؟ شو يعني مدعوم بالأبحاث؟ لما انا كنت بالمدرسة عم علم صف تاني ابتدائي انا استعملت كل الوسائل اللي انا بعرفها استعملت المواد الموجودة الاكسترا ماتيريال لتشالنجينج بيبل او للري فتشت كتير على الانترنت وشفت اكثر من كتاب واكثر من بحث اكثر من من برنامج ولقيت انه هيدولي انا ما قدروا فادوني لحتى استخ... اقدر اعلم فيهم إن هالتلميذ انه يوصل <applause> طبعا في تلاميذ بتتحسن ولكن في تلاميذ ما تحسنت فهيدا شغل انا بعده مجهود على الفاضي شغل عشوائي <تصفيق> <تصفيق> آه بيعطي جهد كتير على مردود قليل لما بلشت بمجال الصعوبات التعلمية بلشت اشتغل على اللغة الإنجليزية سابت كان في برامج موجودة اللي هي مثبتة بأبحاث يعني معمول عليها أبحاث لبعض فئات من الناس ولقوا أنه هالطلاب استفادت بفترة سريعة جدا بمجهود معقول لما اشتغلنا مع الطلاب ما كنا نصدق قديش النتيجة كانت تكون سريعة فأنا اللي بقوله مثبت بأبحاث يعني إذا أنا بطريقتي بدي أفكر فيها كأني أنا ما بدي أقول هالولد هو حق التجارب خليني أجرب فيه <applause> عرفت شو مشكلته في برنامج مختص لهالمشكلة خليني أستخدم هالبرنامج لحتى تكون النتيجة أكيدة هيدا هو برأيي أنا مثبت بأبحاث يعني مجرب على حدا تاني ما مجرب على هيدا التلميذ وبيعالج موضوع معين هل فكرة مثبت بأبحاث هي اللي ممكن شوي شوي وددك ل... أنت تقومي بأبحاث دائما انا كان عندي حب لهالشيء بسبب حشريه معينه وبسبب انا برايي بعتقد خصوصا باللغه العربيه في ضعف بالمنهج العربي م. بالعالم العربي كله مش عم نحكي عن الصعوبات التعلميه يعني اللي بتعلم معلمة صف بتقدر تقارن وتشوف انه في نواقص مش هاي معلومه خطيره يعني رأي مهم وهذا عملت رأي عليه متواضع ولكن انا عندي 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 فكر يعني خلاني اوصل لهالنتيجه مش بالصدفه معظم الطلاب بيستصعبوا اللغه العربيه مش بالصدفة حتى لو ما عندهم صعوبات تعلمية بفضلوا يقروا باللغة اللاتينية بس بيحكوا باللغة العربية لأنه في عندهم صعوبة فيها مش, مش, نتيجة ولا شيء طب صحيح. إذا نحن منشوف آه شو هي الخطوات الأساسية لاكتساب اللغة كيف مقسمة المناهج اللي كانت فرنسية أو آه أمريكانية آه ببريطانيا بأمريكا كيف مقسم منلاقي أنه في عواميد أساسية للغة مش موجودة باللغة العربية مش موجودة بالكتاب بالمنهج نفسه فبالتالي بمطرح معين الطالب مطلوب منه أنه يعمل خطوتين أو ثلاثة يقفز قفزة كتير كبيرة يتكل على الذاكرة البصرية مش على التحليل الكلمة فهيدي قد تجوز انه بتعمل عنده جاب او تفاقم لمشكلة معينة ومن عدم يكون عنده صعوبة تعلمية بيصير يستصعب اللغة العربية فمن هون كان عندي فضول اني اعمل بحث بهالخصوص هيدا وهيك اجت فكره الابحاث يعني نحن اذا بنتبع مثلا الريدنج بانل اللي انعمل بالسنه 2000 بامريكا اللي هو قرروا انه ممنوع ينوجد منهج تعليمي للغه الانجليزيه ما يكون بيتضمن هل هل او هل مبادئ اللي هي وعي الاصوات الوعي الفونولوجي سرعه القراءه التحليل فهم النص وفي الفهم الشفهي اي من لازم تكون من اسس تعليم هيدي لازم تكون من القراءه وخصوصا اول ثلاث ثلاث مفاهيم اللي هي الوعي الفونولوجي ووعي م. الاصوات وسرعه القراءه اللي هي الاساس لتعليم القراءه والتصفيق. يعني فك الحرف مش كافي ظاهر لا بنقدر اه. نوصل الولد ليقرا بفك الحرف أو فك الحرف هو تحصيل مدرسي تحصيل مدرسي بده يكون مبني على قدرات م. ذهنيه م. القدرات الذهنيه اللي بتوصلنا للولد يفك الحرف هي وعي الاصوات والوعي الفونولوجي اللي هي مش موجوده من اساسها بالمنهج اللغه العربيه مش م. موجوده اذا اذا بنقارن من مناهج الروضات اللي هي اساسا مثبته علميا بامريكا او بانجلترا او بفرنسا منلاقي في نواقص كثيره باللغه العربيه واللغه لغه بتعتمد لما تقارني المناهج مع طبعاً بعض يعني طبعا بتعتمد عم. على نفس المبادئ، مم. يعني بالعربي بيكتبوا الحرف وبالفرنسي بيكتبوا الحرف وبالانجليزي بيكتبوا الحرف مم. بالفرنسي بيحللوا نص وبأي لغه تانية بيحللوا النص، ف... فالمشكله اللغه لغه المبادئ لاكتسابها لا نفسها صح ليش هي مش موجوده باللغه تختلف. العربيه؟ ليش مش موجوده؟ فمن هون طلعنا بفكره انه خلينا نجرب نشتغل على المبادئ الأساسية هيدي مهم. ونشوف إذا هالطلاب تحسنوا أو ما تحسنوا هيدا اللي صار لفت لي نظري ببحث من أبحاث اللي قمت فيه عملت تطبيق باللغة العربية لأكثر كلمات متداولة اللي يعني هي الفكرة مأخوذة يمكن من الإنجليزي الفراي شو اللي خلاك تهتمي بهالموضوع؟ ليه حسيتي إنه لازم ينعمل هيك بحث؟ وتزود العالم العربي بقائمه باكثر كلمات متردده وشو فوائدها خبرينا شوي عن الموضوع الفراي <applause> اللي هي اذا اذا بنشوفها باللغه الانجليزيه اللي هي بتعمل تقريبا 50 او 60 بالمئة من الكلمات اللي بيشوفها الطالب كل يوم يعني لما هالولد بيقدر أول 300 كلمة أول 300 صح. كلمة طبعاً لما هالولد بيحفظ الكلمة بشكل أساسي بشكل, بشكل مش يحللها كصورة يعني كصورة هاي بتزد له من من بتسهل عليه القراءة وبتزد له من سرعة م. القراءة عنده باللغة العربية مش موجودة للأسف وقد ما نقول يعني في مش تحجئة. موجود دل... نعرف شو الكلمات الأكثر تداولاً أو أبداً تكراراً؟ أبداً مش موجودين أه. و... وبنفس الوقت إذا بده هالطالب يتكل فقط على التهجئة فقط على التهجئه ما هيدي مم. عمليه كمان صعبه ومعقده وب... وبتاخد وقت نعم. فاذا نحن زودناه بالكلمات الاكثر تداولا او اكثر شيوعا باللغه العربيه نحن عم نسهل عليه يعني لما يشوف كلمه على مش ضروري ي... يهجيه عين وفتحه بتصير مم. عا واللام وال... والالف المقصوره مثل اسمه يعني. والالف المقصوره اللي بتشبه الياء يعني مم. اللي هي ممكن تنقرا علي مش على آه نفس الشيء مثل هذا مثل ذلك مثل بيت فهيدول اذا نحن بنزودوا فيهم للولد وبنعمل خطه كل جمعه يحفظ خمس كلمات نحنا بنكون باخر السنه وصلنا ل 300 كلمه عظيم بشكل او 60% من ستين من, طبعاً من الجمله او طبعاً من الفقره طبعا عظيم وفي بحث ثاني عملتيه بفتكر هذا بحث عبر الوزاره وزاره التربيه مضبوط هذا له علاقه ببرنامجك وبفتكر هذا البحث عملتيه كتطبيق للبرنامج لتشوفي فعاليته بفتكر هذا الشيء كثير مهم نعرف عنه لانه يمكن بيعطيكي معلومات عن اهميه وفعاليه برنامجك اللي اسمه حروفي الاولى مزبوط مزبوط هيدا البحث نحنا ايمانا مني انه في نقص باللغه العربيه م. بالمبادئ الاساسيه لتعليم اللغه العربيه بالصفوف الابتدائيه اه نحن اه طبعا حكينا مع الوزير اه ابو صعب وقلنا له عن فكرتنا فكان اه طلب انه ينعمل مثل بايلوت بمدرسه معينه يعني ورحنا على مدرسه ب. مدرسه البنات الثانيه بفتكر مدرسة اسمها المدرسه الرسميه يعني. المدرسه الرسميه وكانت المديره رائعه وكانوا كثير على استعداد أنهم يساعدوا بدهم شيء جديد وبدهم يعني كان في تعاون حسيت انه حضنوا الدراسة وشجعوها حضنوا الدراسة وشجعوها, وشجعوها وهيئوا كل شيء وغيروا البرنامج مع الباحثين والباحثات <applause> يعني خبر حلو لانه يعني هيدا بي... شيء كثير حلو والمديره انا بقدم لها كل تحياتي لانه غيرت البرنامج برنامج الساعات لحتى تضبط الوقت ليش بشكل... كان في تطبيق يعني كان في تطبيق فنحن جينا اخذنا الصف الاول هن عندهم شعبي فرنسي وشعبي انجليزي شو كان هدف الدراسه هدف الدراسي. بالهدف او الفرضيه مثل ما بلشنا وحكينا بالموضوع اذا انا بزود هالطالب بالقدره على تحليل الاصوات والوعي الفونولوجي والوعي م. الفونيمي وطبعا التسلسل اللي لا يعلمه عادة اللي لا يعلمه وطبعا التسلسل والاتجاهات أه. انا كان عندي آه تحدي انه هيدا آه هيدا التعليم م. بده يودي انه الولد يقدر يقرا بشكل اسرع بيقدر آه يفهم او يلاحظ الحروف بشكل آه سليم اكثر ويقدر يقرا كلمات قد تكون كلمات مش قريها من قبل وهي كلها بالمنهاج صحيح. اللبناني؟ يعني من كتاب اللبناني؟ من الكتاب اللبناني أخذنا الكلمات طبعاً الحروف هي الحروف اللغة العربية نا. كلها والكلمات اللي هي موجودة بكتاب صف الأول يعني مدروسة من, من من ثلاث من 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 حروف أو من أربع حروف أوكي أوكي فنحن بلشنا بتعليم الوعي الأصوات الوعي الفونولوجي تقسيم الكلمة لأصوات قبل ما بلشنا بالحرف بعدين التسلسل قبل وبعد لحتى يقدر يلاحظ الولد شو الاصوات اللي بيسمعها يعني تسلسل مربوط الأصوات. تسلسل القراءه الظاهر طبعا مش مهاره مربوط. فضائيه بس مزبوط حسب ما عم بفهم مني اكيد لانه اللي بيكتب لك بيقرا برد بدل بدر اها مش بالحروف او هو عم بيقرا الحروف ولكن بالشكل الغير صحيح <applause> او اللي بيكتب ماسك بدل ماكس هو سمع الاصوات بس مش بالتسلسل الصحيح والتسلسل اذا ما اكتسب مظبوط بياثر على سرعه القراءه فيما مم. بعد فنحن مش حب... غنج الظاهر، البعض بسميها <applause> غنج هيدا تهرب هيدا في مشكلة هون هيدا اسمه تهرب من مم. من الحقيقة نعم على كل فنحن اشتغلنا على هالمواضيع هيدي واللي ما اخذت كثير وقت اشتغلنا على وعي الاصوات اخذنا ست حصص كل كل الدراسة كانت شهر حصص مقسمة على كم حصص. كل, حصص كل يوم حصة كل يوم حصة على على فترة شهر أه. عملنا البايلوت البحث بالشعب الفرنسي مم. وتركنا الشعب الإنجليزي عم تمشي مثل ما هي يعني. لا تقدر تقارني يعني. لا نقدر إيه. نقارن عملنا بريتاس تو فوستاس عملنا. ما قبل وما بعد. بالبداية اللي هو تاس للحروف. <applause> يعني بحط دائره على الحرف الصح اللي موجود <applause> باللغه العربيه وكلمات معينه لازم يقريها الولد <applause> واخذنا علاماتهم لهالطلاب للشعبتين قبل وبعد كان عندنا 15 تلميذ بكل شعبة في طلاب ما دخلوا بالبحث لانه يا اما تغيبوا يا اما كانوا غايبين وقت البري وقت التست بالبدايه و اكيد في تحديات بيكون طبعاً. في فكان عندنا آه 15 تلميذ بكل شعبي اشتغلنا على بعد ما اخذنا السكورات في مدرسه كانت مدربه تشتغل بالطريقه اللي نحن متبنيينها آه. واشتغلت مع الطلاب لفتره هذا شهر هذا المجموعه الاختباريه المجموعه الاختباريه okay. كان عندنا ساعه كل يوم فخمس حصص بالاسبوع على فتره شهر اخذنا يعني. اخذنا وعي الاصوات ست حصص م. اللي هي مش كثيره بس اساسيه يعني بهالست حصص ممكن تعمل فيها فرق لبعدين كتير اخذنا الاتجاهات الحروف والتسلسل تعرف الولد ممكن يقلب الحرف الحاء بيكتبها بالشكل المقلوب او الدال او هيدا كمان اخذنا خمس حصص وما انتقلنا للهدف الثاني قبل ما كان عندنا اكتساب 100% بالمية يعني الطلاب كان مفروض يكون عندهم 100% اكتساب لهالمبادئ قبل ما ننتقل للمبدا التراكمي مثل العمليه التراكميه طبعا اشتغلنا على الاصوات الطويله والقصيره باربع حصص واشتغلنا على باقي الحروف بلشنا بالدال بالراء بالباء بال... في من كل حرف ورا الثاني في منطق باختيار هالحروف ولا أه، الاسهل أه؟ الاسهل والاسهل كشكل والاسهل كلفظ مم. بلشنا فيهم طبعا بوسائل متعدده الحواس يعني شو اصعب حرف؟ الأسهل بنعرفه يمكن أصعب حرف بـ بـ بالبداية طبعا ببلش الدال لأنه بلشنا بالحرف مع الأصوات الطويلة والقصيرة الراء بصير سهل لما نبلش بالباء بيكون, بيكون تعجيزي أه. لما نعمل الميم بصير هين لا لانه الباء عندها اربع اشكال فب آه. بي بي بتراعي الشكل نشتغل كمان بنشتغل على باترن معينه على نمط انه صح. في حروف بتتصل من جهه واحدة وفي حروف بتتصل من جهتين صحيح فبما كمان. انه بتتصل من جهتين تلقائيا عندها اربع اشكال مم. ليستوعب هالفكره الطالب بده وقت لما بيخلص مم. حرف الباء بيكون استوعبها الميم نعم. بصير اهين له صحيح بعدين برايك المنهاج اللبناني ما بيراعي هالامور يعني ما بي... ابدا ما بيراعي هالامور اللي انا شفته يعني انا انا يمكن ما, شفت يعني. يمكن ما شفت كل شيء، يمكن ما شفت كل شيء، بس اللي انا شفته بيحطوا الحروف المتشابهه ورا بعضها، وهذا شيء جدا صعب للطالب، الراء بعد الزاي، جيم حاء خاء ورا بعضهم، م. الالف في كتب بتعلم الالف كاول حرف هو اصعب حرف فانا ما شفتها انه بتراعي هالامور هيدي صحيح وما شفتها بتراعي الامور علم الصوت الصوت لوحده، يعني بعد في عنا لغط بين المقطع والصوت، بعد نعم. في ناس بتقول نعم. الباء هو الباء هو صوت واحد، هو مش صوت واحد هو صوتين ف ومش انا اللي عم بقول يعني اللي دارس لينغويستكس بيقدر يقول صحيح. حتى, 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 حتى يعني اكيد فنحن اشتغلنا بطريقه متعدده الحواس ملتي يعني حسيه حركيه بده يشوف تمه على المرايه هو عم بيقول الصوت بده يطلع على رفيقه بده يشوف صوره الصوت كيف عم بيطلع ويقارنها مع حاله اذا هو عمل نفس الحركه او لا وهي اشي بتسلي يعني حسب اشي كانت بتسلي وخصوصا لما بيتقسموا مجموعات الطلاب و... ومين ربح ومين كان كان حقيقه كان شيء كثير ممتع وكثير حلو الواحد يتعلم قراءه وينبسط طبعا طبعا الوحيد. يعني نحن لما بلشنا نبين الحروف كان مر 11 حصه كانت كلها لعب وتزقيف ونط فكان أحد 11 حصه لبينا الحروف بحببن هذا يمكن اكثر الاولاد باللغه العربيه اللي البعض يمكن أكيد منها. أكيد هلا أنا خبرتي بتقول إذا درسنا العربي بالشكل السليم سليم. الصحيح على الأبحاث اللغة العربية بتكون أسهل قراءة م. وكتابة من أي لغة لاتينية صحيح فهيدا اللي صار ولما خلص الشهر يعني عمل خلص التطبيق خلص التطبيق خلص اللي نحن عملناه على شهر نعم عملنا اختبارات رجعنا لتقيم و... الاستفاده لنقيم الاستفاده وهطلق. وكان شيء الاستفاده ملحوظه جدا يعني كانت فيري significant من ان كان دراسه احصائيه يعني طبعا 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 analysis. طبعا من كانت جدا في في شيء ملحوظ م. من تمييز الحروف او من قراءه الكلمات اذا أرنا الشعبتين مع بعضهم فهيدا كان كثير شيء بفرحنا ولكن رجع عن طلب منا انه نعمل بحث على سنه بمدرستين مم. وما كان في فاندنج لها طبعا بده امكانيات بده امكانيات مبلغ كبير والوزاره ما ابدت انه هني بيقدروا يعملوا هالشيء هيدا فوقفت هون ولكن يعني في مدارس عم بتطبق هالتقنيات وعم بيشوفوا انه في فرق كتير باكتساب اللغه العربيه وبسرعه اكتسابها طيب طالما انت بهالابحاث بي هي وماشي فيها بقدر انه لاحظتي في كثير نواقص باللغه العربيه بمجال شغلك يعني شو هي الاشياء اللي بتحبي انه تقومي فيها بالمستقبل القريب يعني لتسدي بعض النواقص سؤال آه، سؤالي كثير حلو في طموح كثير والسقف هو السما بس بس كمان في واقع م. معين آه يعني عسلهم الأولويات عسلهم يعني الأولويات هلا أنا, أنا بحب أعمل آه، اختبار آه، تقييمي م. للغة العربية يعني التقييم قدرات الولد باللغه العربيه كتقييم اللي هي مش موجوده قدرات يعني الاكاديميه المدرسيه القدرات الاكاديميه او طبعا قدرات الاكاديميه كقراءه كسرعه قراءه كتحليل ك شيء للاسف مش موجود وبنرجع بنحكي على على البرامج المقننه اللي معملها بحث يعني ما بيصير آه حدا كاتب يعمل يعمل منهج فروم اي تو زي ويتطبق بمدرسه ما يكون معمل له piloting. يعني م. لازم يكون معمل له piloting. بناء عليه بصير في ابحاث نحن ما منه كثير موجود عندنا هالشيء مش موجود طبعا يعني في نوع من العشوائيه او في نوع من العشوائيه وفي مناهج طبعا طبعا الـ 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 الوزاره حاطه المفاهيم الاساسيه او او الاهداف الاساسيه لكل م. صف ولكن هالأهداف ممكن تتطبق بطرق كتيرة ومختلفة وبسيطة أو معقدة أو فبنشوف إنه كل منهج عنده خصوصياته عنده وبنكتشف بعدين انه لا في نقص هون يخليني اعتمد هالمنهج بس اخذ شقفي من هيدا وشقفي من هيدا وشقفي من هيدا فهيدا شيء كثير بلبك كمعلمه صف وبلبك اذا بدك تعمل بحث لانه بناء على شو اي منهج بدك تعتمده لتعمل عليه اه اختبار او بحث او او من وين بدك تبلش ففي تحديات طبعا أكيد أنا كتير بحب أعمل منهج باللغة العربية متكامل يعني مبني على الأسس اللي اللي اعتمدوها بامريكا ريدنج بانل بسنه ال 2000 يعني الوعي الاصوات، الوعي الفونولوجي، سرعه القراءه، نحن ما بنعرف قديش لازم الولد يقرا كم كلمه لازم يقرأ. طبعا كشيء يعطينا طبعًا. دليل لنقدر نطبقه بمدارسنا طبعا انا انا كيف بعرف اذا ابني بطيء بالقراءه او مش بطيء؟ اي يعني ما في معايير عندي شيء بالفرنسي، عندي شيء بالانجليزي بس انا ما بعرف قديش لازم يقرا كلمات باللغه العربيه سحل. بالدقيقه سحل. شو هي المعايير المطلوبه؟ وهي ما بتبين الا بكون في دراسه علميه دقيقه م -م. فهي من الاشياء اللي بتطمحي لها ان شاء الله بتزودينا فيها بالمستقبل ان شاء الله طب انا بعرف باللغات مثل الانجليزي والفرنسي اللي هي اللغات الاكثر شي متداوله بلبنان اذا كلمه مفردات بيقدروا يقولولك من اي صف من اي مستوى برايك عنا هيك شيء هالقد دقيق هالقد علمي باللغه العربيه بمنهجنا ابدا ما عندنا هالشيء وانا جربت جبت كلمه اللي هي كلمة ميوتشوال ميوتشوال باللغة بالإنجليزي هي بتتعلم بالصف الثالث الميوتشوال يعني المتبادل no. فجينا نحن سألنا بعض الأساتذة أساتذة اللغة العربية حدا بيقول صف ثاني حدا آه. بيقول صف ثالث حدا بيقول لك في... ف... ففي في ضياع ما في, شك. في, ضياع وكمان دار نشر بيعتمد كلمات أصعب ودار م. نشر بيعتمد كلمات أسهل فطبعا ما عندنا أنها... كلمات تعجيزية مرات وبعدين كلمات اساسيه اساسا مش موجوده صحيح. يعني يعني مثلا الابهام، الابهام اللي هو لازم يكون معروف بعمر ثلاث سنين صح اذا المرادف الاجنبي صحيح في تلاميذ بصف الخامس والسادس ما بيعرفوا شو يعني ابهام، مثلا اقسام الايد في معصم وكوع وساعد وكف وساعد هيدي نسيها فطبعا هيدي ما في شك. ما من كتير موجوده من باللغة. الاشياء المواضيع الكتير مهمه اللي بتامل انه تقدري تقومي بابحاث واكثر وتنورينا فيها وبشكري كتير على حضورك بهالحلقه باول حلقه من برنامج باحثات وبتمنى كل التوفيق كاتيا حزوري مقومة تربوية شكرا شكرا لكم وال والموضوع كتير حلو وبتمنى لكم كل النجاح مشاهدينا الكرام حلقتنا لليوم انتهت ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها وبعطيكم موعد الاسبوع الجاي مع باحثة جديدة ومعلومات جديدة شكرا